بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ألا بذكر الله يطمئن القلوب. شراكم خياتي وشراكم عميراتي وشراكم فرنسيساتي، أتمنى كامل تكونوا بخير بأحسن خير. لقاكم فيديوهات عالم أم أمير. وشراكم عميراتي وشراكم العزيز على قلبي وشراكم حنوناتي، أتمنى كامل الفيديو نتاعي يطيبكم ما يقولوا بصحة والهنا والعافية والراحة وكل حاجة شابة في حياتكم إن شاء الله. أصبحنا وأصبح الملك لله كما راكم تشوفوا. بصح البنات قبل ما نبدا نحكيو مع بعضنا، هيا ضربوا لي داك الجام وكومونتير وبارطاجيو القناه تاعي حبيباتي. بعد ما شربنا صباح يعني الحليب تاعنا، بيان سور درت شويه رخصاص كان عجين في الفريجيدار، اي با درت شويه خبيزات فطير، وبيان سور شربتهم بالحليب والزبده. وربي رحمته كل نهار وبركته، نهار يكون نهار ما يكونش نقول الحمد لله. كما راكم تشوفوا كنت حاكمه هنا الطريق، رحت نقضي شويه باسكو كان الماسو يخدم في الحانوت اخويا وما كاين والو في الدار، الدار راهي تصفر. ايبا جيت اوبليجي باش نروح نقضي، ايبا رحت قضيت الصوالح اللي كانوا خاصيني كامل وجيت للدار. شمرت على دراعي، راكم تشوفوا هذاك الشمع دان، هذاك تاع الشمع كانت راح تريستي في الليل، كنا حاطينه في لاكوي في الكوزينه. اي بان راكم تشوفوا، مهم كانت الحاله مقيقيه، كنت غير ندير في الغداء ويد هنا ويد لهي. بالكم دائما كما كنت نقول لكم مرض خويا ماهيش قادره، اي بان جيتي اوبليجي باش نخدمو ونساعفو. والله المستعان ربي قدرنا باش نديرو الخير. درت هنا درت الكباب، مهم انتم راكم تشوفوا انا نحكي معاكم. درت الكباب باللحم واو كما يقولوا، هذا هو شويه جلبانه، ودرت الرخساس، وكان اليوم على انيفيرسير تاع وليدي درتو في الليل. مي البنات نحكيو اليوم بزاف يتضمونديو مني، يقولوا لي ام امير كيفاه السكر تقولي لنا يحكمني شهرين، 5 كيلو تحكم لك شهرين. شغل بزاف اسئله يسقسوني ام امير، زيت سونغو كيما نقولوا حنا، علاش تحكم لك شهرين؟ البنات علاه تحكمني شهرين في بالكم؟ البنات لو كان ديروا كامل، كاين خياتي كاين مويماتي اللي راهم يتبعوا فيا، كاين اللي راهم صغار يعني بناتي صادي بون. راني الحمد لله راني صغيره، راني في الثلاثينات، مي كاين اللي عند صغار. ديك كتبت لي وحده طفله 16 سنه قالت لي والله نحسك ماما، يعني صافي بليزير ما شاء الله ربي يحفظكم كامل. يقولوا لي كيفاه الزيت تشد لك شهرين، كيفاه السكر يشد لك شهرين. وانا راني مع القهوه البنات، راني ماك عبالكم نخدم ونشرب قهوتي باسكو خرجت ما تقهويت، شربت غير الحليب، كيجي طيب قهوه كافي نوغ نحبها. والبنات قلت لكم راهي النوت صوب البنات ان شاء الله يكون صايب نافعا. ما في هذا لو جوغ اللي درت هذا الروتين دوك نوريكم في الاخر، كان نو يعني ربي يبارك. نهار اللي كان فيه العيد ميلاد يعني كانت فيه صبت النو يعني ربي يبارك، وليدي وجه ربح ان شاء الله يكون وجه ربح كامل على المسلمين يا ربي. المهم البنات باش ما نسبق لكمش الاحداث، قلت لكم بعد ما قالوا لي سقساوني كيفاش تشد لك شهرين. البنات لو كان كل وحده فيكم دير كما يقولوا الصحه ديالها ديرها بين عينيها، والله العظيم غير تشد لها اكثر من شهرين. عباكم البنات السكر مليح، القهوه مليحه، نقصوا لو ماكسيموم. بايزوم درتي الحليب، البنات ما ديروش بزاف سكر، حاولوا ديروا مغيرفه كيما انا نشرب الحليب تاعي كيما يقولوا نديروا القهوه ولا نيسكافيه، صافي تجيني شويه صعيبه باش نشربوا نقولوا سون سكر. مي كاين اللي يقدروا يشربوا هذاك هما كيما يقولوا الانسان. شوفوا البنات ولا كنتوا درتوا بايزون بحبه حلوه ويكون هو صامت تقدروا تجوزوه، ولا كنتوا ما كانش يعني كل واحد مقدوره يعني تقدروا ديروا تحمصوا شويه خبز، ديروا فيه شويه زبده ولا شويه زيت زيتون وتاكلوا خبز يعني ماشي في كيما يقولوا في الكريبيير ولا نو مع سيدي ديري في مقله في طابون. المهم حمصي شويه ودير شويه زبده ولا غير تاكليه بشويه زيت ولا غير زيت زيتون ولا غير تاكليه. المهم البنات قلت لكم لازم كل وحده فيكم دير صحتها بعينيها باش تحافظ، ابار الشحي والكونسومي وكذا يعني ديري صحتك بين عينيك ولا غير تحافظ على الحوايج هذا. وتاني البنات انا القناه تاعي ماشي درتها زعما الوحده اللي لاباس عليها ودرتها الوحده اللي قادره تدير وتشري. البنات درت القناه تاعي الوحده مسكينه باش الزوالية ومتوسطة الدخل يعني الفقيرة متوسطة يقدروا يعيشوا معنا، صافي حنا يعيش معنا غير المرفه. لا ما مساكن هذوك اللي لا غالب، كاين اللي راجلها خدام حزام تيخدموا العشيه يجيبوا واش كاين، صافي لا غالب لازم عليها تشحل. وكما تشحش ما عندها ما يقولوا هذاك هو الحل الوحيد تاع تشح، ما تشحش ما تلقاش روحها هذا هو.
صافي دابا حنا نعاونوا المراه اللي تكون حابه دير دار، حابه عندها لي بيت في حياتها تقريهم، دير لولادها لي كور، دير بالك عندها حابه دير سبور بالك. البنات لازم نعاونوا هاد الحوايج اللي حنا نحفزوا عليهم البنات. وكيديروا كاين عندنا كاين بزاف دوك يقول كورونا الكورونا جافيل يستهلكوا بطريقه عجيبه صاني بون. مهم صح تستعملي تنظفي بصح عندك محدود، ديري في هذيك بشباشه، ديري شويه جافيل شويه نقطه ايزيس وشويه ما ولا جافيل وشويه صاني بون باش كما يقولوا السطحيات هذوك اللي فوق. دوك ندير لكم كاين كي نديروا الحوت ولا التنياكات واللي مدايره، دوك ندير لكم ان شاء الله خلطات كي نروح لداري ندير لكم الخلطات. هنا عمال لكم راني في دارنا ما نقدرش ما نلقاش روحي اعلز، واصلا كاين الخلطات كامل وجدتهم مرات خويا صافي دابا لازم ندير جدد. كي نروح لداري ان شاء الله نبارطاجي معكم كامل الجدد اللي نديرهم كما قلت لكم. صافي دير شغل هكذا كاين قضيان ما تقضيهاش من 3 شهور 3 شهور، ماشي لازم كل شهر كل لازم كل شهر تقضيه، كاين قضيان تقضيهم شهرين ثلاثة أربعة على حسب انتي واش طارتك تشحي ولا ما تشحيش. وهذه البنات هذا الشح ماشي زعما عيب، ولا المرأة اللي تحب دير تاوي مع راجلها لازم تشح، هذا هو باش دير تاوي قال لك درجة بدرجة حتى تجي الفرجة، هذا هو البنات. كما يقولوا الانسان كي يكون مهني وكاع هذاك هو الصح، كما يقولوا الناس زمان ولا غير خلاونا كلام شباب يهبل، يقولوا الضحك والبهاجه والماكله الهلاجه، يعني الضحك والفرحه والماكله ما تجيش نورمال، المهم يكونوا فرحانين. صافي دي المراه تكون ذكيه كفاه العدس تحاول كفاه تقسم هذاك اللي عندها عائله تاع كيما انا العائله تاعي زوج تاعي من غايب، كاين عندي العجوز والشيخ ولله الحمد انا عندي راني في في كيما يقولوا انا خدمه في 10 سنين وكيما يقولوا والله راني معاهل الزوج والحمد لله ربي هكذا كتبنا الحمد لله. المهم رانا متهنيين وفرحانين وماناش مغبونين وماناش متقابضين والحمد لله. قلت لكم عندي انا والزوج ونقولوا زوج غايب دائما بصح انا وعجوزتي وشيخي وكيما يقولوا بابا وماما من راجلي وولادي ثلاثه ربي يبارك وانايا يعني عائله. والله الكيلو تاع العدس نقسمه على ثلاثه بصح كيفاه البنات نقسمه على ثلاثه نقسمه على ثلاثه بصح نعاون بورقه سلطه بحميس كانوا زوج بيضات مغليين نغليهم وندير معاهم شويه طماطم شويه بصل ونحطهم شغل نضرب لهذيك منا ومنا شغل تاع تغمسي منه ومنه تاكلي داك الطبسي تاع العدس الغرفيه الصغيره نتاعك. المهم بنات حنا تاني كناكلو فيه راح كاين البركه كاين حنا هنا في دارنا ياكل كل واحد وحده حنا ما يقدوش ياكلوا مع بعضاهم بصح حنا في دار عجوزتي والله ولله الحمد يعني ناكلوا مع بعضانا البركه كاينه ولادي هكا مع جداهم يعني ربي يبارك. هناك يعني كما يقولوا المراه هي اللي تكون ذكيه كيفاه تمشي دارها كيفاه تكون هي في كلش. البنات ديري الحميصه كاين البنات بزاف اللي يشرو لحم هنا البنات قبل ما نكمل شوف البنات هنا ندير في الفطير كيما يقولوا كنت مدايرتها ودرتها بلا صاشي البنات شغل خرجت لهذيك اسمو اليابسه. هنا خويا جاي يدير لي فريت هاكو على بالكم خاوتنا كي يكونوا طيبوا في لي فريت يموتوا على كما ما يدوش بصحته خويا العزيز. كيما راكم تشوفوا هذا خويا بو علم اللي نقول لكم يدير هو الفطار انا ندير ويقول لي بو على ديك الفطله كي ديري فيها اللي نديرها انا خير منك. قلت له معليش خويا العزيز قريب وفتح الحانوت الكوشه تاعو جديده ان شاء الله وزيد يجيبنا باسكو غلق هذه السمانه بدل الحانوت ربي يرحم هذه السمانه ان شاء الله يزيد يفتح باسكو راهي صباغ دركا. كيما قلت لكم كاين بزاف اللي يقولوا نشرو الحميصه ما شمخناش نروحو نشريو معليش كي تنسي مره في العام تنسي الحميصه ماشي مشكل بصح البنات تنساوها كل يوم لا لا كيلو نشمخو ندير في صاشيات صغار ومهم ونستحفظ به والله غير شد لك اطول مده شتي اطول مده اطول مده. شوفوا الاحترافيه نتاع ام امير كيفاش تهز الرخصات البنات والله شحال وليت نعرف نهزو علمني خويا يدو كان هزو بيد وحده ونحطو في الطاجين يعني ما شاء الله يعني كل حاجه كيما تعلمتي يكذب عليك تقولي هكذا ولا كيما تتعلمي هذاك هو يعني انا خويا ولا هزيت عليه حوايج بزاف كي كيوري لي في الدار وكاع ما شاء الله على خويا العزيز. شوفوا الاحترافيه تاع ام امير كيفاش تهزها شوف المهم ربي يبارك. قلت لكم زعما شمخوا اللوبيا ديروها في ساشي على 3 كيلو على 3 العدس كيلو على 3
نقولوا لها السما تشمخها حتى تجي طيبي، بصح اللوبيا تقدري تشمخيها البنات، الحميصه البنات شمخوه طيبوها وجدوها صافي، ما تخلوش تتراكم عليكم شغل. كاينين اقسم بالله العظيم غير ما يخدموش كاع شغلهم بيان، تلقاهم دايما روتار، دايما شغل الحميصه خاصها تروح هكا 10 تجيبيها حميصه، هكا 15 تجيبيها، المهم شغل ما يكونوش اذكياء البنات. ما هكا كي تجيبي لحم زعما كونتيتي تاع شهر، خلي داك لا كاركاس، خليها بني بيها الحمص، بني بيها اللوبيا تاعك. انا صدقوني اللوبيا والعدس نحبهم بلا لحم، شوفوا البنات بالكرافس يجوا ولا اروع، والله العظيم غير ولا اروع. وهنا شوفوا البنات درت غير لاصوص باللحم باش نزيد لها هذا البطاطا ونزيد فوقها البيض. مي انا درت البطاطا ما درتلاش البيض، خاطر الماسو اللي كان عندنا ما ياكلناش البيض، ايبا جيت بلي يجي باش ما نديروش. كيما راكم تشوفوا البنات روتين عفوي في دارنا، وكما يقولوا كي تكوني في داركم لوحي يدك، ما تقوليش راني في دارنا ناكل ونرقد، لا لا لوحي يدك، ما تخليش تيقولوا لك خدمي، لوحي يدك ديري شويه فطير، ديري شويه مرقه، ديري. انا شوفوا عصير يقلع لي في الكسره وما شتوش، حتى كنت ندير في المونتاج قلت يا يما نصورها ولا نحيها، قلت والله غير ما نحيها، وليداتي مساكن هكاك وعلى بالكم صغار مساكن، قلت لكم لوحي يدك هكذا خدمي شويه هكذا منا. المهم لازم تكوني ذكيه كيفاش ديري الاخر تاعك. وانا شوفوا البنات ندير في الرخصاص، شوفوا البنات تحمي مر يهبل يهبل، المهم ربي يرحمته. كيما راكم تشوفوا قلت لكم لازم تكوني ذكيه كيفاش تشري المصرف تاعك راجلك، سورتو الا عطاك الحكم ليك وتشري انت كلش انت. البنات لازم تعرفوا كيفاه تذاكاو مع الاخر تاعكم، تخلوش حتى كيما يقولوا يفوت الحال ومن بعد تقولوا ما كفاتنا الشهريه، ولازم تكوني ذكيه. المهم البنات هذا هي الهمزه تاع اليوم، لازم كل وحده فينا نقولوا تكون ذكيه باش تقوم بالاخر ديالها. وانا كنت تحضيرات نتاع عيد ميلاد وليدي في اخر لحظه، بابا قال لي نجيب لك لاطارت، وفرحت مت بالفرحه، قدرت شويه فوشار، درت لاتاي البوطون لغالب، مرت خويا بالكورونا، اختي بالكورونا، يعني مانيش انا غير وحدنا في الدار داير الحجر روحنا. مي والله العظيم جاب لي لاخر، درنا مع بعضنا، مرت خويا صح مرت خويا كبير ما حضرتش لغالب، اكو على بالكم لي ظروف صحيه قلت لكم راهي بالكورونا، واختي تاني راهي بالكورونا الكبيره ما حضرتش تاني. مي معليش ربي يجيبهم الشفاء، دوكا فاتوا هذيك المرحله الصعيبه، راهم في المرحله الاخيره تاع السعله هذيك الفارغه وهذيك الحمه ودنيا، ربي يجيبهم الشفاء ان شاء الله. انا ندعيو لهم كل ما نفكروهم هذا هو. وقلت لكم البنات هنا شوفوا البوادن وين نروحوا، كاين البوادن القراعي الله المستعان، انا كيشوفهم قلبي يوجعني، ما كاش فاش نحجروا البنات، عندنا البتاتا ما يكفوناش، البيادن الكبار ما يكفوناش الله المستعان. وانا قلت لكم كنت وجدت الفوشار، وجدت شويه لاتاي، درت الكاوكاو، كان جابو بابا جاب لنا الكاوكاو، المهم ربي يرحمته. وانا شوفوا الاجواء تاع عيد ميلاد مع بعضنا، ما تروحوش بعيد. خلوه اروح عصير لهنا، مازال مازال صحيلو
برافو أسيس أيات وي كل عام وحبيبي الغالي بألف خير، يعني ربي يخليه لي تاج فوق راسي. شوفوا البنات انا والله غير نخلي الكواليس، نخلي الكواليس كاع تشوفوها، ما خبي لكم حتى حاجه درك تشوفوا، وفي نهايه الفيديو تشوفوا النو اللي صبت في هذا النهار. ربي يبارك، اللهم صيبا نافعا. شوفوا البنات، شوفوا الكواليس درك تشوفوا البنات كي نروح نحطها كيف يصرالي. شوفوا البنات هاي ام امير خبي لكم حتى حاجه، وشوفوا النو كيف يتصاوب على فكره البنات. راهي الوحده تاع الليل راني نصور لكم، راهي امطار يعني ربي يبارك ربي يرزقنا سبحان الله، ربي كي حب يرزق عبدو يرزقو. البنات الخير اللي راهم، راهي الوحده تاع الليل البنات، شوفوا البرق والرعد ربي يصلح لينا برك. شوف النو ربي يبارك، شوف النو هذيك القاوية، شوف ربي يبارك. اللهم صيبا نافعا يا ربي، يا ربي ان شاء الله يتعمر كاع البراجات وتسرح لنا هذه الأزمة تاع الماء يا ربي. شوفوا كيف كان الخير هذا، شوفوا البنات راني متافقة راهي الوحدة تاع الليل.